بس انا عايز اقول لك الاول، ايه طقوسك وانت طالع على المسرح؟ يعني بتعمل ايه؟ في ناس ما بتاكلش خالص مثلا، في ناس ليها ورد معين. انا احب اصلي. بتصلي قبل ما تطلع؟ اه. وليك ورد معين بتقوله؟ بقرا، ممكن اقرا قران طبعا، لازم اقرا قران. وبتكلم مين قبل ما تطلع على الستيج؟ ما بحبش اكلم حد خالص. اه ولا انجي القعده دي بص هتموتك، انا مش قدها. اطمنها اللي انا وصلت. هي بتبقى فاهمه يعني. اه يعني انجي بتبقى فاهمه طبيعه شغلي. اه فيعني اه انا احبش كلام، بحب ابقى مركز بس مع ربنا الاول واتوكل على الله بقى. تتكلمش مع حد خالص وتخش تغني؟ لا ما بحبش اتكلم ولا احب اتكلم في التليفون. اه انا كنت هسالك بتكلم مين في لا التليفون. لا بقفل التليفون وقت الحفله. اللي عايز يجي الحفله اهلا وسهلا، الحفله الساعه كذا. طب وبتاكل قبلها ولا لا؟ لا طبعا، مش الحجاب الحاجز. ما بتاكلش قبلها خالص، تقعد تشرب الحاجز ده بتخلص بقى بتدبها. مستعجله انا على طول مستعجله. انا بفهمك. اسالك على كل حاجه بس انا عايز اسمع غنى. لا الحجاب الحاجز. الفنان ما ينفعش ياكل قبل ما يطلع على المسرح، لان لو اكل قبل ما يطلع على المسرح ودب اكل كتير مش هيعرف يطلع نفسه. اه طبعا طبعا. طب قولي بعدها بقى بتدبها ولا لا؟ بتدبها ولا ما بتدبهاش؟ لا بعدها بقى، إيه بقى؟ المطرب بيحرق جامد جدا على المسرح. ها. لانه بيحرق مخ، بيفكر كتير، والصوت وكل جسمه بيتحرك وبيلمح ده وبيلمح كل حاجه شغاله فيه. لو بيتنطط بقى كمان او بيرقص مع الناس او عنده لياقه بدنيه حلوه فبيحرق جامد، فبيبقى جعان جدا.